يلا يا كابتن اتفضل. اتفضل فين؟ البلاتو. بقول لك ايه؟ كلمتنيش ليه امبارح؟ كلمتك بس تليفونك كان مقفول. اكسره، هولع فيه عشان اتقفل. بقول لك هنخلص الحلقه نخرج مع بعض. طب يلا ندخل. يلا بينا. يا استاذ حمزه معلش حاول تاجل بس شويه التقرير بتاعه عشان عندي مشكله. يلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ويعني يا ريت يا استاذ براحه عليا شويه في الاسئله، ويعني بريت بلاش اسئله عامه. يا سيدي اسئله عامه ايه واحنا في اوائل الطلبه؟ ما تخافش يا ابو الكباتن. معلش يا استاذ عشان الجمهور ما يهرجنيش يعني كده. لا لا ده انت غالي علينا يا كابتن. حناطه. حناطه؟ ايه حناطه دي؟ انا اسمي حماطه. حماطه؟ حماطه. انا اسف انا اسف. ايه حماطه دي؟ حناطه دي ملاش لازمه. معلش ملاش معنى حناطه. حماطه اللي ليها معنى. ازيك يا كابتن حماطه؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. الراجل اللي كان معدي من شويه ده متهيألي شفت وشه قبل كده. زين؟ لا ما اظنش انك شفته قبل كده. جايز. جايز. 5 4 3 2 1 اهلا وسهلا بيك. ازيك يا كابتن حماطه؟ الحمد لله في نعمه. جمهورك بيحبك قوي. اه طبعا، وحب الناس ده نعمه ربنا انعم بيها عليا. الشهره ساعات بتضايقك يا حماطه؟ لا لا خالص، انا بعشق جمهوري عشق بجد، عشق حقيقي، لان هم دول كل حاجه في حياتي. يا سلام يا نجم. متجوز؟ الحمد لله وعندي كريم. ربنا يخلي. طبعا بتتمنى انه يطلع زيك. اكيد. جميل. تفتكر ليه الناس مجنونه بيك كده يا حماطه؟ الناس بتدور على رمز يا كابتن. رمز؟ عندك حق، بس للأسف الرمز ده ساعات بيتحول لقديس، إله، حاجة كده إنك ما بتغلطش، ما بتشتمش، ما بتكذبش، وطبعا مالكش علاقات نسائية، يعني ما بتعرفش نسوان. كل ده بقى والناس بترسم لك في يعني في دماغها وانت طبعا بتحب الصوره دي ولا ايه؟ دي حقيقتي يا كابتن، وبعدين احنا جايين نتكلم عن الكوره وهوقع في انه نادي. بس دي ممكن تقولها في اي برنامج من البرامج اللي بيقعدوا يستضيفوكم ده والكلام ده، لكن احنا بكلمك في مواضيع اهم تهم الناس. الناس مالها انت متدين ولا لا؟ دي حاجه ما تشغلهمش. رد عليا. ليه بس بدري كده؟ بدري على البهدله دلوقتي يا حمزه. يا جماعة حد والنبي يكلمني فتحي يشوفوا الجو ولا لا في القرف اللي احنا فيه ده. الماتيريال في المونتاج دقيقتين وهيكون جاهز. شكرا يا فتحي. أنا لما بدخل جون بسجد شكر لله. طب وأنا مالي؟ دي حاجة ترجع لك. أنا مالي حتى لو بنيت جامع ولا لا؟ رحت زرت ملجأ ولا مستشفى ولا تساعد فقير ولا تبني جامع ولا لا؟ أنا مالي؟ الصحافة هي اللي بتجري ورانا يا كابتن، وهي اللي عايز تعرف أخبارنا كلها أول بأول، مش احنا بنقول الكلام ده. لا يا شيخ. عاوز تفهمني يعني ان انتوا مالكمش شويه صحفيين كده اللي معاكم بفشلكم في جورنان عن حياتكم الصالحه؟ ناخد فاصل. طيب ناخد فاصل ونرجع تاني. لا 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 سيب الهوا شغال يا استاذ حمزه. مفيش فاصل، لو اخدنا فاصل هيقوم ويمشي والهوا هيفضل شغال حتى لو حصل مشاكل، ما تقطعش خالص. يلا. انت بتهرج ولا ايه يا عم الحاج؟ ليه يا كابتن؟ كابتن ايه وزفت ايه؟ انت جاي بتهزقني عندكم هنا؟ هزاك ايه؟ انا بتناقش معاك. ثم انت مش قابض من عندنا؟ قابض؟ انت بتوريني هتاخد فلوسك ازاي؟ ده انا هفشخك. تفشخني؟ فشخك واضربك كمان. هوريك ولد حياة امي راح اوريك. اضرب حياة امي راح اسيبك وهتشوف. ايه ده يا ابو الكباتن؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا بابا؟ انت مش عارف انت بتسجل مع مين؟ ايه اللي بتعمله بقى يا عم؟ نزل ايدك دي. ايه ده يا حبيبي؟ خلاص يا زين خلاص. عارف انت بتسجل مع مين؟ على فكره يا ابو الكباتن احنا ما طلعناش فاصل ولا حاجه. ايه؟ احنا على الهوا. ودلوقتي فاصل ونواصل. انتوا تهزروني اتفرجوا على الناس وحياة امي رافع لكم قضيه. ارفع قضيه. كلمي كويس يا سفله. سفله في عينك يا منعم. اظبط نفسك واتكلم عادي اللي اظبطك. يلا بره يا حبيبي يلا بره. يلا يا سمير نرجع هوا. الاستاذ اللي انتوا شفتوه دلوقتي واللي انتوا بتحلموا تتصوروا معاه عكس كل اللي انتوا شايفينه فيه تماما. هادي جدا، جه هنا واخد فلوس
بيشرب شيشة بتاع ستات. خليناه بالعافية يصور له تقرير وهو بيزور ملجأ ومستشفى. واحد يقول لي انت مالك بحياته الشخصية، المهم انه بيلعب كرة كويس. كلامك صح، بس المبادئ والأخلاق ما بتتجزأش. اللعيبة بره بيعملوا كل حاجة بس مش كدابين، ملهمش مجانين زيكم. وحياة أمي أي نجم من اللي بتشوفوهم دول بيغلط زينا عادي. يعني مش ملاك. عرفتوا ليه لعبتنا ما بيعرفوش يعيشوا بره ولا يحترفوا رغم إن بره كل حاجة متاحة؟ لأنه هنا اتعود على الكذب، وإنتوا السبب في ده. أرجوكم ما تقلهوش حد، تحبوا نجومكم بس ما تقلهوش حد علشان ده بيضرهم. تعالوا نشوف الفيديو اللي فيه عكس كل اللي قاله كابتنكم العظيم القديس حماطة بهنسي. انزل. هاي كابتن حماطة، رأيك؟ فوكي ثانية واحدة هو فين فتحي يا جماعة؟ حضرتك ازاي رياضي بتشرب شيشة؟ لا ده ملوش علاقة بالكورة على فكرة. وبعدين بقى كل لعيب له مزاجه، أنا بقى مزاج الشيشة والنسوان ده مؤاخذة. ما علينا. لا معلش، ممكن تقول لي بس الجزء بتاع الشيشة؟ معلش أنا ما خدتش بالي، يعني حضرتك بتحب إيه بالظبط؟ مزاج الشيشة والنسوان. طب يعني حضرتك برضو ما قلتلناش أنت حضرتك عايز كام؟ 50,000 جنيه في الحضرة. ليه يا عم؟ انت فاكر نفسك بتعمل اعلان؟ انت عارف انا باخد كام في الاعلان اصلا عشان تتكلم معايا كده؟ لا يعني حضرتك مش فاهم، يعني احنا مش هنقدر نطلع المبلغ ده. انا علشانك يا ايه اعمل اللي انت عايزاه، انا اشتغل ببلاش. على فكره مستريح لك قوي. عايز ندفعه كام؟ يعني احنا بنتكلم في حدود ميزانيه البرنامج، مش هنقدر نعلن عن 15,000 جنيه. صعب. لا مش صعب بقى، انت لسه قايل لي مرتاح لي، وبعدين انا هخلي الاستاذه سناء رئيسه التحرير تكلم حضرتك كمان عشان تتفق معايا. في سناء كمان؟ في سناء. حلوه زي كده؟ طبعا حلوه. هو ده الكلام. خلاص يبقى اتفقنا. تمام اتفقنا، بس على شرط. انا عايز بكره الصبح كاميرا تصورني وانا رايح ازور مستشفى الاطفال وملجا لقيتها. معلش حضرتك ممكن تعيد تاني بس وتقول لي ما خدش بالي ايه؟ عايزكم بكره الصبح تبعتوا لي الكاميرا تصورني وانا بزور مستشفى للاطفال وما يجال لي تاني. حضرتك بتعمل عمل خيري جميل فعلا. كله خير، ربنا يقدرني. هو حضرتك اللي بيعمل عمل خير بيقول عليه؟ جرايه يا عم، جرايه يا عم. في ايه؟ انت كل شويه تنط لي كده ومسك لي على الواحده، مش تخبط قبل ما تخش ولا ايه؟ يا جماعه بس هو على فكره ما يقصدش خالص، ما يقصدش ابدا. والله يقصد. المهم هكلمك بالليل. لا انا هكلمك. لا انا اكيد طبعا. شوف كلمني في كلمني في اي وقت. اوكي. وسناء كمان؟ طبعا وسناء كمان، يعني شور اكيد وسناء كمان. انت تؤمر. ايه قوليها تاني كده؟ انت تؤمر. هو ده الكلام.